السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب تالتة ثانوي لغات. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض حل اسئلة تيست يور سيلف لهرمونال كوردينيشن ليفينج اورجانيزم. يلا نبدأ. بسم الله. اول سؤال عندنا: choose the correct answer. which of the following statement isn't applied، لا تنطبق to the plant hormone، ما بتنطبقش على الهرمونات النباتية. طيب يلا نشوف. اول حاجة بيقول they are secreted from the cryptyl tip in plant and called auxin. اقول له هي فعلا بتفرز من القمة النامية واسمها اوكسين. الكلام ده مظبوط. وعايز حاجه نوت: زي افكت ذا فايتال بروسيس ذات اوكير انسايد بلانت سيل. ايوه بتاثر على العمليات الحيويه جوه الخلايا النباتيه، ودي كمان صح. زي وير ديسكفرد فيرست باي ذا ساينتست بويسون جونسون. اول ما اكتشفها هو العالم بويسون جونسون. اقول له مظبوط. طب زي ار سيكريتد فروم ريسبوندنج ريجون اند افكت ريسبتور ريجون اوف ذا بلانت. اقول له لا، هو ده اللي غلط، ودي الانسر نمبر دي. ليه؟ لانها لما بتفرز بتفرز من الريسبتور ريجون، وبتأثر فين بقى؟ بتأثر على الريسبوندينج ريجون، والكلام ده اللي احنا قلناه. ارجع لفيديو الشرح هتلاقينا شرحنا الكلام ده مع بعض. بتفرز من منطقة الريسبتور اللي هي الكريبتايل تيب، وبتأثر بعد كده في المنطقة اللي تحت القمة اللي بيبقى اسمها ريسبوندينج ريجون، ودي اللي بيحصل فيها كيرفيتشر. تمام كده يا شباب؟ طيب نكمل مع بعض حل الأسئلة. هنا برضو test yourself اهو، بيقول لي number one: which of the following statement is correct about this graph. تمام، هو بيقول لك في الاول ان الجراف ده بيوضح الريليشن ما بين rate of increase in the body length، معدل الزيادة في طول الجسم، and aging، ومرور العمر in male and female. طيب جايب لي الفيميل هنا باللاين الازرق والميل هنا باللاين الاحمر. طيب بيقول لي which of the following statement is correct about this graph. طبعا في الاول زي ما انت شايف كده بيقول لك مثلا والطفل صغير، يعني اهو في السنين الاولى بتلاقي ان معدل افراز النمو هرمون النمو عنده بيبقى عالي، وخلي بالك ان بيبقى في الفيميل هنا بالازرق اعلى من الاحمر شويه. تمام، وبعد كده اهو بتيجي من بعد من السنين اللي هو بقى من 4 سنين لحد يعني حوالي 10 سنين بيقل معدل الإفراز لحد ما بيجي في مرحلة البيوبيريتي، وبتدي يعلى إفراز هرمون النمو، وبعد كده بعد البلوغ بيرجع يقل تاني. هو ده التفسير بتاع الشكل لو انتوا شايفينه معايا كده. تمام، طيب بيقول لي ايه اللي هنستنتجه من الشكل اللي قدامي. اول حاجة كده بيقول لي هنا the level of growth hormone decrease with aging. هو كده معدل إفراز هرمون النمو ده هيقل with aging. اولا هو مش جايب لي العلاقة مع معدل افرازه بالهرمون، هو جابها لي مع rate of height increase اللي هي معدل زيادة طول الجسم. طيب يبقى انا اقول له هنا انت قصدك ان by aging اللي هو المعدل طول الجسم ده بيقل. فهنا بقى الاجابة التانية the rate of increasing the body length. او بص كده the rate of increasing body length is more in childhood than that in puberty stage. اقول له طبعا. ليه؟ بص كده، وهو لسه طفل صغير كان بيزيد له في السنه حوالي 20 سنتي في كل سنه، لكن لما تيجي هنا لمرحله البلوغ اللي هي الفتره دي بقى بيزيد كام؟ بص كده، ما بين الفايف والتن، ما بين الفايف والتن كان بيزيد له حوالي 7.5 سنتي كل سنه. يبقى فعلا معدل الزياده في طول الجسم وهو طفل صغير كان بيزيد له 20 سنتي كل سنه، لكن هنا في مرحله البلوغ كان بيزيد له حوالي ما بين قلنا ما بين الفايف والتن اللي في النص ده قصاد اعلى نقطه اهو شايفينها يا شباب، حوالي كام؟ 7.5 سنتي. يبقى دي الاجابه الصح. طب الميل جروز ويز فاستر ريت ذان فيميل. لا بالعكس، انا شايفه ان اللاين الازرق دايما سابق اللاين الاحمر، يبقى معدل نمو الفيميل اسرع من معدل نمو الميل، يبقى ده غلط. The secretion of growth hormone stop after the age of 18. بيتوقف بعد سن ال 18. لا، او الجروث هرمون بيفضل موجود ولكن بنسبة اقل، من بعد البلوغ نسبته بتقل ولكنه ما بيتوقفش نهائيا. تمام، طيب بيقول لي هنا number 2: if a disturbance in the neurohypophysis part of pituitary gland is occurred. طبعا neurohypophysis part ده اللي بيطلع ال ADH وبيطلع ال oxytocin. تمام، ان افيميل ات بوينت اكس. ابص كده الفيميل دي عند بوينت اكس يعني عندها 5 سنين. تمام، فبيقول لي هنا resulting in hyper secretion of hormone of this part. حصل زياده في افراز الهرمون في الجزء ده. it is expected that. من المتوقع نتوقع ايه؟ بيقول لي هنا this will cause gigantism disease. ده يعمل عملاقه
اقول له لا انت بتقول لي الهرمون ده هيفرز من النيورو هايبوفيسس بارت، يبقى الهرمون ده يا اي دي اتش، انت بتتكلم كده على الاي دي اتش او الاوكسيتوسين. تمام. طيب this will cause dwarfism disease، اقول له ده مش جروس هرمون. طب ده هيسبب اكروميجالي ديزيز ولا كمان اكروميجالي؟ احنا هنا ده مش جروس هرمون، كل ده كده انت بتتكلم على جروس هرمون. طب this will not affect the length of this female، ايوه طبعا مش هيأثر على طول الفيميل دي. يبقى لو قال لو هنا حصل في زياده في افرازات هرمون النيورو هايبوفيسس بارد اللي هو الاي دي اتش او الاوكسيتوسين، في فده مش هيأثر على طول الفيميل دي. تمام. طيب نيجي بعد كده نمبر 3 بيقول لي if a disturbance in the adenohypophysis part of pituitary gland is occurred in male عند point y. بص لي كده عند البوينت واي، يعني خلاص بعد البلوغ عنده 17 سنه، بين ال 16 وال 18 عنده 17 سنه. تمام. resulting in hyper secretion of hormone of this part، حصل هنا hyper secretion. what is the effect of this disturbance؟ طيب ايه التأثير بتاع الكلام ده؟ لو انت ركزت معايا كده هتلاقي ان لو زاد افراز هرمون النمو بعد ال 17 سنه بعد البلوغ يعمل لنا حاله كده اسمها اكروميجالي. حاله الاكروميجالي دي هتتميز بايه؟ ده كده هيسبب جيجانتزم، كان يعمل جيجانتزم لو هو لسه طفل، لو زاد هرمون النمو في مرحله الطفوله. طيب خلي بالك ادينو هايبوفيسس بارت، يبقى انت كده بتتكلم عن الجي اتش اللي هو الجروس هرمون. طب ذيس ويل كوز دوارفيزم، لا ما يعملش قزامه، هم جيجانتزم والدوارفيزم بيبقى ليهم علاقه بالجروس هرمون في مرحله مين الطفوله، وده هايبر سكريشن يعني كان المفروض يعمل جيجانتزم لو هو في مرحله الطفوله. this will cause the enlargement of two jaws، لان دي حاله اكروميجالي، يبقى نمبر سي. this will not affect this person، ده مش هيأثر على الشخص because he passed the puberty age، لا لما بيعدي مرحله البلوغ والاقي بعد كده ان هو برده مازال عنده اللي هو الزياده في افراز هرمون النمو، دي بتعمل له حاله كده اسمها اكروميجالي، من اعراضها ان يحصل انلارجمنت اوف ذا تو جوز. تمام كده. طيب نكمل الاسئله عندنا هنا كمان في الدرس ده، كمان سؤال. السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي which of the following is a reason سبب for decreasing the normal level of thyroid stimulating hormone، قصده على التي اس اتش، ايه السبب في نقص افراز هرمون التي اس اتش and ثيروكسين هرمون؟ ايه السبب في نقص افراز كل من التي اس اتش والثيروكسين هرمون؟ هل هايبر اكتيفيتي اوف ثايرويد جلاند؟ طبعا الاكتيفيتي بتاعت الثيرويد جلاند دي بيبقى ليها علاقه بالاكتيفيتي بتاعت الانتيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند، يعني لو زاد نشاط الانتيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند وطلع التي اس اتش، فبالتالي هتروح كميه كبيره من التي اس اتش للثيرويد جلاند وتطلع كميه كبيره من الثيروكسين، فده مش هايبر اكتيفيتي للثيرويد. هايبو اكتيفيتي، اقول له لا مش هايبو اكتيفيتي، ده مش نقص النشاط. هايبر اكتيفيتي اوف ذا انتيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند، خلي بالك بيقول لك ديكريزنج ذا نورمال ليفل اوف ثيرويد ستيمولييتنج هرمون، يعني التي اس اتش بيقل، فبالتالي هيقل افراز هرمون الثيروكسين. فهنا بقى بيقول لي ده هايبر اكتيفيتي ولا هايبو اكتيفيتي اوف ذا انتيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند؟ هقول له لا ده هايبو اكتيفيتي اوف ذا انتيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند، نقص في افراز او نقص في نشاط الانتيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند، وبالتالي قلل من كميه التي اس اتش، فكميه التي اس اتش دي قليله، فلما تروح للثيرويد جلاند هتطلع كميه ثيروكسين قليله، يبقى السبب هو نقص في نشاط الانتيريور لوب اوف بيتيوتري جلاند. كده أسئلة أول درس في الهرمونز كتست يور سيلف خلصت. دلوقتي في الدرس التاني اسمه كونتينيو جلاندس ان مان، هناخد معاه عشان طبعا عدد أسئلة تست يور سيلف مش كبير، فهناخد كمان أسئلة الدرس ده معاه. تعالى هنا ما نشوف تست يور سيلف بيقول لي ايه. choose the correct answer which of the following correct about the adrenaline and corticosterone hormone، ايه الصحيح عن الأدرينالين؟ طبعا انتوا عارفين انه بيفرز من المدلة of adrenal gland، اما الكورتيكوستيرون بيفرز من الادرينال جراند كورتكس. تمام كده. فهل ان هما زيار سولوبل انفات؟ اللي سولوبل انفات ده الكورتيزون عشان هو ستيرويد، فاقول له لا اللي سولوبل انفات ده الكورتيكوستيرون. زيار سيكريتد ثرو ستيميوليشن فروم ذا بيتيوتري جلاند، هما الاثنين بيفرزوا بتأثير من البيتيوتري جلاند، اقول له لا ده برضو الكورتيكوستيرون لانه بيجي له هرمون كده من البيتيوتري جلاند اسمه الاي سي تي اتش. تمام. عشان ايه؟ يحفز الادرينال جلاند كورتكس انها تطلع الكورتيكوستيرون. طب زيار سيكريتد فروم ذا انر تيشو اوف ادرينال جلاند، بيقول لي هنا بيفرزوا من النسيج الداخلي للادرينال جلاند، اقول له ده الادرينالين بيفرز من المظله، لانه بيفرز من مين؟ من المظله. تمام.
زي افكت، بيقول لي كده زي افكت ذا ليفل اوف جلوكوز ان بلاد. اقول له ايوه هما الاثنين بيأثروا على الليفل بتاع الجلوكوز في الدم. وده ليه؟ لان الادرينالين هنا ده بيفرز في حاله الامرجنسز الطوارئ، وبيزيد وقتها الهارت بيت والريت اوف ريسبيريشن، ومعدل تكسير الجلايكوجين بيزيد عشان يتم انتاج الجلوكوز عشان يكفي احتياجات الجسم وقت من الطاقه وقت الايه الامرجنسز. فاه هو بيأثر على نسبه الجلوكوز، بيرفع نسبه الجلوكوز في الدم. والكورتيكوستيرون اه طبعا لانه بيأثر على الكربوهيدرات ميتابوليزم، يبقى زي افكت ذا ليفل اوف جلوكوز ان بلاد. السؤال اللي بعده اللي هو نمبر 2 بيقول لي وات از ذا افكت اوف هايبوسكريشن. يعني ايه هايبوسكريشن؟ يعني نقص افراز هرمون الالدوستيرون هرمون اون ذا ليفل اوف بوث صوديوم اند بوتاسيوم ان يورين. الاول اسال نفسك في الطبيعي الالدوستيرون بيعمل ايه؟ بيعمل ري ابزوربشن للصوديوم، يعني بيرجع الصوديوم للبلاد. وي جيت ريد اوف اكسس بوتاسيوم، بيتخلص من البوتاسيوم الزائد وبيخرجه في اليورين. طب لما يقل بقى، لما يقل الافراز بتاع مين؟ الالدوستيرون، يبقى الصوديوم بدل ما بيرجع للدم هينزل فين؟ في البول، خصوصا بقول لك ان يورين. يبقى اقول له كده ان الصوديوم الصوديوم ليفل الصوديوم ليفل انكريز انكريزس ان يورين. ليه؟ لان كده ما تمتش عمليه الري ابزوربشن للصوديوم وانه يرجع لمين؟ للبلاد. تمام. طيب وبالنسبه للبوتاسيوم ان يورين، الطبيعي ان الالدوستيرون كان بيخلصنا من البوتاسيوم في اليورين، فكانت بتطلع كميه كبيره من البوتاسيوم في اليورين. طب لما يقل الالدوستيرون يبقى كميه البوتاسيوم الخارجه في اليورين هتقل، لان كميه البوتاسيوم هتزيد في البلاد. اقول له اما البوتاسيوم ليفل ديكريزس ديكريزس هيقل ان يورين، يبقى الليفل بتاع الصوديوم هيزيد في اليورين لان ما عملوش ري ابزوربشن، والليفل بتاع البوتاسيوم هيقل في اليورين لان ما تمش التخلص منه عن طريق الايه اليورين. تمام كده. يبقى زي ما قلنا ان الصوديوم ليفل انكريزس اند بوتاسيوم ليفل ايه ديكريزس ان يورين. طيب نيجي بعد كده للسؤال اللي جاي، بيقول لي هنا ايه from your study for the following table that illustrates the level of glucose in blood of two people X and Y after eating the same meal. هما الاثنين تناولوا نفس الوجبة. Which of the following statement is correct؟ طب يلا نشوف. بعد نص ساعة من تناول الوجبة بيرسون A وصل نسبة الجلوكوز 180 أما Y 140 على الرغم إن هما تناولوا نفس الوجبة. بعد ساعة زاد نسبة الجلوكوز عند الشخص X بقت 195 وقلت عند البيرسون Y 130، وبعد ساعة ونص زادت أكتر عند البيرسون X 230 وقلت أكتر هنا قلت عند 120 وصلت للمعدل النورمال في الشخص Y. بدأ يتضح لي إن الشخص اللي عمال يزيد عنده نسبة السكر ده مريض سكر اللي هو X، أما الشخص اللي بيقل عنده نسبة السكر لحد ما توصل للطبيعي ده شخص إيه؟ سليم. لو كملت القراءات هتاخد بالك من اللي إحنا بنقوله. فبيقول لي هل البيرسون X سافر فروم دايابيتس ميليتس ديزيز؟ آه طبعًا، لأن معدل السكر عنده إيه بيزيد بعد تناول الوجبات. يبقى دوت الاجابه دي صح. طب هل البيرسون واي سافر فروم دايابيتس ميليتس؟ اقول له لا، مش واي هو اللي بيعاني، ده اكس هو اللي بيعاني، ده واي ده سليم. اقول له لا، ده اكس. ايتش اوف اكس اند واي، كل من اكس وواي سافر فروم دايابيتس ميليتس ديزيز؟ اقول له واي لا، اكس بس. طيب ايتش اوف اكس اند واي دازنت سافر فروم دايابيتس ميليتس؟ اقول له الواي بس هو اللي ما بيعانيش من مرض السكر. تمام. طيب نيجي للسؤال اللي بعده كده، خلاص ده اخر سؤال معانا. بيقول لي هنا which of the following occur in a pregnant woman at the end of the ninth month، في نهاية الشهر التاسع. هل stimulating the growth of mammary gland؟ لا، تحفيز نمو الغدد الثدية بيبقى اثناء فترات الحمل مش في نهاية الشهر التاسع. the secretion of progesterone hormone؟ لا، ده افراز هرمون البروجستيرون بيقل. the relaxation of pubic symphysis او هرمون الريلاكسين بيعمل على ارتخاء منطقة البيوبيك symphysis عشان تسهيل عملية الولادة. جرافيان فوليك الماتوريشن؟ لا، ده بعد الولادة بقى بفترة لما يبتدي يبعت البيتيوتري جلاند للأوفري عشان يبتدي يكون جرافيان فوليكل ويكون فيها الأوفم وتبتدي دورات جديدة. تمام. طيب ده كده يا شباب كان آخر سؤال عندنا في test yourself، فأتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.